اسلم. يقول لا اله الا انت يا علام خافيت السرايا، رافع سبع الطباق وباسط سبع الاراضي، يلا بحظني يقوم ويلا بوقتني ساير ويلا برزقني يخلي خاطر الزعلانه الله راضي، وكل ما دارت على روس الرياجيل الدواير وعود الضحك المسلي والمجامل فعل ماضي، يلا بفعل يجمل صاحبه والدم فاير ويلا بحكيني اليمن قيل ما هو بحكي فاضي. السلام عزل الله من تحكي حسن، بغيت اخذ الوصفه من غير لا تعلم، لكني انا رجال ما اعرف ما شفتها. لا والله ما شفتها. الله لو تشوفها ما تنفع سم ما تنفع. انا يوم كنت في المطبخ يا عمر اول اسالك تحت البيت اقول انت كيف في المطبخ تساعدنا فريق؟ لا في المطبخ دائما ادعي الله.